بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم سنتحدث عن الذهب في سورة الزخرف. سورة الزخرف أيها الأحبة كما نرى أمامنا تبدأ بقوله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وهكذا تتوالى الآيات. طبعا كلام عظيم يحدثنا عن أن هذا القرآن عربي ومبين، ولعلنا نعقل، ففيه من العجائب اللغوية والعلمية والبلاغية وأيضا الرقمية. الذهب كيف ذكر في هذه السورة أيها الأحبة؟ دعوني أذهب معكم إلى أول مرة ذكرت فيها كلمة الذهب في الآية. هنا فرعون ماذا قال؟ ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير؟ انظروا إلى الاستعلاء والتكبر وكيف كان مصير فرعون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ضعيف يعني، ولا يكاد يبين، لسانه لا يفصح، فلولا ألقي عليه، يقصد سيدنا موسى عليه السلام، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني مقترنين به. هنا ذكر الذهب في هذه الآية، الآية 53، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. سنذهب إلى المرة الثانية أو الأخيرة التي ذكر فيها الذهب في سورة الزخرف، ونجدها هنا أيها الأحبة في حديث القرآن عن أصحاب الجنة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، إلى آخر النعيم الذي وعد الله به عباده المتقين. إذن الذهب ذكر مرتين في سورة الزخرف، في الآية 53 وفي الآية 71. طيب السؤال الذي يعني أنا أود أن أطرحه: هل وضعت هذه الكلمة عبثا؟ نحن نراها ترد عبر نص متكامل مترابط، لا نشعر بأي اضطراب أو اختلاف أو أي كلام زائد، كلام محكم. طيب وضعت كلمة ذهب قلنا في الآيتين 53 و71، في الآية الأولى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، هذا كلام فرعون، وفي الآية الثانية كلام الله عن أصحاب الجنة: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يعني يوم القيامة هؤلاء الأخلاء الذين تراهم يجتمعون ويتآمرون وتجد أنهم يسهرون مع بعض وأسرار وأعمال وكذا، وهم يتآمرون على عباد الله، هؤلاء سيتحولون إلى أعداء. الأخلاء أي الذين يخلو بعضهم إلى بعض من الخلوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب.
إذن الذهب ذكر هنا مع أهل الجنة. الحقيقة أيها الأحبة، نريد أن نعد الكلمات من كلمة ذهب الأولى إلى كلمة ذهب الأخيرة. كم كلمة سنجد؟ أولا سنتعرف على العدد الذري للذهب، لأن الله عز وجل عندما وضع هذه الكلمة في القرآن راعى موضوع العدد الذري، وكذلك الفضة وكذلك الحديد، كل العناصر. وأي كلمة موجودة في القرآن تجد أنها وضعت بإحكام. بالنسبة للذهب، نحن لدينا رقم ثابت هو العدد الذري، والعدد الذري أيها الأحبة كما تعلمون هو عدد الإلكترونات في الذرة التي تدور حول النواة، ويوجد عدد مماثل في نواة هذه الذرة من البروتونات الموجبة، ويساوي عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول الذرة. كل عنصر من عناصر الأرض له عدد ذري واحد. يعني عندما نقول ما هو العنصر الذي عدده الذرة 79، هو الذهب. يعني لا يوجد عنصر آخر له نفس العدد الذري، لا. العنصر الذي عدده الذري مثلا 26 هو الحديد. العنصر الذي عدده الذري 29 هو النحاس. العنصر الذي عدده الذري 1 هو الهيدروجين، وهكذا. إذن كل عنصر له عدد ذري محدد يمثل عدد هذه الإلكترونات أو البروتونات داخل النواة. مهم، العدد الذري للذهب هو 79. طيب عندما وضع الله، دقق معي أخي الحبيب، القضية تحتاج فقط لتأمل وتركيز لتستمتع بهذه الحقيقة. عندما وضع الله الذهب في المرة الأولى في الآية 53، ثم في المرة الأخيرة في الآية 71، لو عددنا الكلمات من ذهب الأولى إلى ذهب الأخيرة كم كلمة؟ سنجد بالضبط عددا من الكلمات هو 79 زائد 79، يعني 158 كلمة. لماذا جاء عدد الكلمات هكذا 79 زائد 79؟ لأن الذهب ذكر مرتين، مرة في الآية الأولى ومرة في الآية الأخيرة، ذكر مرتين، والعدد الذري للذهب 79، فجاء عدد الكلمات هو 79 زائد 79. لاحظت الإحكام أخي الحبيب؟ طبعا هذه الحقيقة لا يستطيع أن يجحدها أحد أو ينكرها أحد، أو يقول مثلا ماذا سيقول، عدد الكلمات واضح وكل إنسان يستطيع أن يعده يدويا، خلال 3 دقائق تستطيع أن تعد الرقم هذا وتتأكد منه. إذن الله عز وجل عندما وضع الذهب في هذين الموضعين بالذات جعل عدد الكلمات تساوي العدد الذري للذهب مرتين، لأنه ذكر الذهب مرتين. طب الحقيقة الأعجب من هذه حقيقة والأكثر تعقيدا وإبهارا، أننا إذا قمنا هذه المرة ليس بعد الكلمات أو الحروف، سنعد حروف الذال والهاء والباء. سنعد حروف الذال والهاء والباء. يعني كم حرف ذال في هذا النص، وكم حرف هاء، وكم حرف باء، من أين لأين؟ من ذهب الأولى إلى ذهب الأخيرة. النص ذاته الذي عدد كلماته 79 زائد 79، يعني 158 أو 79 في 2، هذا النص هو ذاته نعد كم حرف ذال ونسجل، كم حرف باء ونسجل، ها كم حرف باء ونسجل. إذن كلمة ذهب، حروف ذهب، ذال هاء باء،
سنجد عددها بالضبط 79 حرفا. مجموع هذه الحروف الثلاثة، تكرار هذه الحروف الثلاثة في النص من ذهب الأولى إلى ذهب الأخيرة هو بالضبط 79 حرفا، ويساوي العدد الذري للذهب. طيب بالله عليكم، يعني هل هذه صدفة مثلا؟ نحن تحدثنا في حلقة سابقة عن العدد الذري للذهب في سورتي آل عمران والتوبة، ورأينا أشياء عجيبة هناك ولكن ببصمة مختلفة. وتحدثنا عن العدد الذري للذهب في سورة الكهف، أيضا جاء ببصمة رائعة جدا تختلف عن هذه. واليوم نتحدث عن العدد الذري للذهب في سورة الزخرف. إذن كأن الله عز وجل، أنا أستطيع أن أستنبط معك أخي الحبيب، جعل لكل سورة بصمة خاصة بها وإعجاز. لذلك تحدث وتحدى، قال وإن كنتم في ريب، في شك يعني، مما نزلنا على عبدنا، أي من القرآن، فأتوا بسورة من مثله. سورة، تحدى الإنس والجن أن يأتوا بسورة. معنى ذلك أن كل سورة فيها بصمة مميزة وفيها إعجاز مميز خاص بها يختلف عن السورة الثانية. وسبحان الله، لذلك نجد في كل سورة بالفعل هناك إعجاز جديد متجدد دائما. إذن أخي الحبيب، خلاصة هذا اللقاء، الله عز وجل عندما وضع كلمة الذهب في سورة الزخرف مرتين وضعها في موضعين، بحيث يأتي عدد الكلمات من ذهب إلى ذهب، من ذهب الأولى إلى ذهب الأخيرة 79 زائد 79 كلمة، وعدد حروف ذهب بينهما من ذهب الأولى إلى ذهب الأخيرة يساوي 79. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.